لپاش ده سال لبران کردنی او نوچانه للاین داعش و حتی استا دستی آودانی نگیشتوتا او نوچانه و دانشتوانه که حتی استا آورن و نگرانه تو سرخاکی خوان ما بسما گفتو گوی زیادر بکن برز غیس تمیمی سیاست مدار و سروکی پروژه مواطنه العراق للندن و میانم ده برز غیس زور بخیر بید با کردستان 24 سرتا دمیدو بپرسم با چی داعش لنوچه سننشینکان سری حال ده؟ تحية طيبة. الصلاة لأيو داعش جاء ريخراوي داعش هاتوتا أو نوتانا ببش بستن برقو ما بعد ريشي دواي شريكا داو أما رقو ريشي كي مجوية لدواي شريكا داو بزاو تزيهادي السلفية السنية كان لو نوتانا سريان هندا بدياري كراوي العراق سوريا أفغانستان باكستان وأمانا زورك لكار لك ينكر لقل شورشي إسلامي لإيران على روا زورك لسروسي ماي أو زور السلفية تتون روا من بو ودركت وأمسيرو كور دور دا بريسان ودواي روخاني رجيمي بابلين صدام كساني هوال قري كاريان لسر أمبابا تكردو بياواني اینی تارادیک آوانی توند رو اون سر کرده کن و شیخ عشیره تکن بشه کن رابراتی امشته انده کرد اما زورک لحاکمیتی شرعی و عربیتی اسلامی سنی لم نوسانا هینا آرا و بشه وازه که سنی انا اما انا همین هاو آهنگ بون لگل انزومنی حکم و ریکارکانی امریکا لدوی سال 2003 و زیاکاری طایفی و ریشکش کردنی باعث و بارت الشيعية الطائفة كان كهاتون تسرد الصلاة أما بيواندي بزور شتوه تنالد بغتاري طائفي كبوشوازة غفتار لقل سنة كان دا دكرا همو أنبابتانا ونهو كاري أوي تاقيشتين بزرقاوي زرقاوي أما نيخست السر سكا سرطا بسر كدات زيهادية عربة كان دواتر زيهادية عراقية كان وزيهادية عربية كان سنة جرد صلاة عراقية كان لجردستي أبو حمزة مهازير وعبد الله زنابي يعني درتويت بلاي برست ميميكا أو جنجة تندروية لنا وچه سنة نشينة كان هبو بو دروس بوني داعش يعني دروس كرالوي بالضبط هي موجودة بله ركواب هبو بلام زورك لبروي بيدرا وتا أم بابتا قشي بيدرا بتابتي دواء دستلات قرتني شيعي تايفي واتسن هو كاريكي دي كش لولاتاني عربي و بدياري كراوي ايرانيش كا لقل سوريا تسن سربازجي كان للاذقية ولسن شوينيك بيكينو تسن خلقي كيان راهنان بيكر لو شويناني كا دکون سنوری بابلین حمری نو هندک ناو سیدی که اما نبیک و کاری هندک کرد لو ناو سانه که امنیان لوازه اوانه پککی لیه هندک رخراوی دیکی لیه لافغانستان انزامی کتای سبو بابتا که گوره بو دیار دی اسلامی سیاسی سنی بوشه وازه گوره بو و بو لبرانبر اسلامی شیعی وستای او دروز بو که پیوست بابلن شریعت بیت وکو حاکم بیت پیش شو سنه آلی رد حاکمیت و دسالداری نتویی بعثیان دورانده بو که صدام حسین بو اوان بو شوازه بو صدام حسین بر رویل سیداره بدهد اما خاله کی زور گرنگه صدام حسین که ده صلاته که شکستی هنه او صدام بابلین که ده سیداره دره زیابولو صدامه که دزگیر کره و زیابولوی که دادگایی کره اگر بپرسین چون این پید دالیم او صدام حسینه که شکستی هنه فرمانده چی سربازی و زلوبرگی سربازی لبرده و ریش خویده تاشی بس بابلین بلا او صدامه دزگیر کره لا جير زمينة كيدا ريشك زوري هبو لا ريشي زرقاوي وبغدادي ولا ريشي بن لادن وزواهري وعبد الله عزام يعني برا استميمي تو دا تبي اوبلي كالسنة كان اويان قبول نكرت كا دا صلاة لدوير روخاني رجمي بعز درايا دستي بشيكي زور للشيعة كان وزوريني حكمراني لعراق درايا دستي الشيعة كان سنة كان اويان قبول نبو لا
لا هي مو بس قصة لن تيروكا كب يقبل بس أصلا أوانيا كقبول الإنسان يعني نكر بالكو سنة هل كان هر تقبلوا برسيان بينك الشيعة رأي إيو عرازي بها وشكردن لغا مع الشيعة ياخدنا الشيعة وتكز راي سنة كان عمليا يورنا قرتوا تم باب استبداد بشويه كي من رتي سنة كان بأماز كراوا كواتوكاري لرقو دروز بوني رشد دارين داعش داون سنة نشينا كان سياسي بو يان يعني أبوري بو يان يعني هوكاري دي كي لفشت بو مجموعة من العوامل كومالك هوكارو وجهة كارتي نظري كرهن أهم بديت قايمن جرينك ترين داعش هوكاري سر هلداني داعش بريتيبو لا أويك صدام حسين بريشي كي زوره لبردم داد قاوستا ببي أويك بابلين بوين باغا كي بسته وقرآن كي بدسته وقرتبو صدام حسين لو داد قاية أو آماجي دا كداعش دروز بكريت أو بانتو يكان وبعسي كان يقول كب بگورن و دز با بابلین بوش شواز آینو ستایل آینی و بگرن بوی لدوای صدام و لدوای دادگایی کردنی صدام ایمه کوتینه بردم رو برو بونوه کی راستقینه لبلگل نمونه ام نمونه همان بابلین تندی و عینادی هی که صدام حسین هی بود بلام ام قرآنی به دست وای امزاره و شوازه که دیگه هاتو تا پیشو که تا داعش به های عبوری و سیاسی و طایفی و نبو اوندی هاواری که بابلین بقد تمنی روخانی دولت عباسی تا دگات ایستا و کومالگا اسلامی و عربی کانی نیگران کردو اوانن که دیانوید خلافتی اسلامی بگره و ولا بران بري دا زمينة كلا بارا إستا زمينة كلا بارا بوغرانا ويجاري خيدي كي تيرورستان چونك أمرو سر وزيران عراق دالي سر كوتون بسر تيرورا وقالي عراق سل عرامي واسعيش دادا جين هذا كلام غير دقيق نحن لم نعم قصي كي وردنيه براستي سونك بابا تكتن يدعش نبو ايما بس داعش دا سر نكوتين او بس داعش سر كوت هاو پیمان نیو دولتی بو بوری خورو بارو بونوی دا عش بالگش بو سر ام قصه چیه؟ ابو بکر بغدادی لنیو بردره و دولتی اسلامی دا عش حل وشین دره و بلام ام سیستما که پشت بزیاکاری رگس پرستی و تکفیر و رقلی بونوی اینی و تیرور بپال نری اینی و أم هموشتان بيكوا نفذها داعش كداعش دي كردن وداعش لقال خوي هينابون لدواي داعشش قرانوا همان أو كساني كشري داعش عندكل لدولة عراقي دا زي بزي انكر دو همان كاري انكر واتا امان سي انكر حاكميت و دسالة داريت شريعيان دسپان زاري كي ديكا سرزنشتي گنزاني اندك لسروي بوسي امزل كان لبر دكر ازادي را دربرين يان نهش ترقريان بنمونا دسون لخوان كحولي كان لغوراني قتن لسينما لشانو لمشتاني اندكر كواتا داعش تك اكنية تك من ذلك إيش دتواني ياري بيبكات بل أم داعش هزرة أم هزرة لرئيقي ياساي تايفي و لبرلمان بسان دكريت لرئيقي زياكاري رقص برستي و دور خسنوي بيكاتا كان زياكاي لبردم جنان لبردم من دالان همو أم زوري ياسا داناني برلمان كردويتي يعني عراق سنة كان سوديان لو هلانا ورقرت كسالي 2004 دا بوهو يدروز بوني داعشو أو كارساتي كا دروز كرا على العكس انا ببيت سوانه من وكو توجرك كارم لسسي كساتي سركي كرد دولتي عراقي ام سي كساتي الشري داعش كردو يك شان كرد يك شان سنه او يك شيع من اوان بودر كوتو كساتي شيعي زور كاري قربو بكساتي الشيعي بنمونا شيخ قيس خزعلي كزيات لليدواني كي هي لا بابلين بتاركاني بس سنشتك دكات كبي واي امانة خالي هزون لداعش و ايما بيوستا كوبيان بكينو لخوم عند الزيبازيان بكين براسي هيت شر مش لو ناكت كبم شواز اقصادكات او بي واي داعش خالي بهزي هي ايما بيوستا او خالانا كوبي بكين بعما شواز دالي حوسيا كان او شتان هي بيوستا ايما بو شواز كاركين ام زور کساتیه و کو ناوندی بریاری زور کاریگر العراق ده ل حکمرانی شعیه ده ل برام برده برز ل سنکان خمیس خنزر کاتک تو دگریت و با سر سمت سیاسی کان ک اوق سیدر برده کردن ل دوای دعشتاک و اسا
تبيني أو دكيك دستواج كان داعش أو بيرو برواو عقيدة داعش ريبو دكر أو بيوايك أما بابتي أمته بابتك كاستاج لا بابل هالب جاردن ناوي نابو توفاني سروري هاو بيزو لقل أوي لا غزارو يدادا أمشي وازبير كرنوي لناوان دي د صلاتي سنه او ته سنه هشته لا برابر ده بلهم لا برابر ده ل کورد سرکردی کی کورد د ته پښو سرکردی کو رابر یک باسي سیستم حاکمی شریعت دکاتو د خات سوارچوي برابر دوزی کوردی و ناسنامه کوردی و د خات برابر ناسنامه کوردستان و باسي حکمرانی بابل د صلات دکات بلهم ام سرکردی ام کرده بو داعش مای مترسی بو و ام شوازی نکرد که امان کرده ایما پیشتون بسر کرده گل یکی سیاسی که سرسان بن به سیستمی فیدرالی دیموکراسی لعراق ده و به میکانیزمی حکمی فیدرالی و نامرکزیت برگری لیفکن سویندی پی بخون و شرم لو شوازه نکن ایما پیشتون بخلکانه که شانازی به دیموکراسی تو بکن نگ به حکمران شریعت شریعتی اسلامی آینه که با ملیاره کو 600 میلیون مسلمان لزهان ده اما آینه که برایز و قارز راو بوره؟ او هو کارانی که تون درویلی دروز بون هشت لعراق داماون؟ طبعا بدنيا يو هشتا ماون وبردوام يجدب بن تا امزورة كساتيانا بردوام بن وتاكو امزورة كساتيانا برزستي بيجيكي سياسي كاري قال عراق دب كان ببي اوي كبا منظومو سيستمي فكري خوي دب سيته وباوشي وعزده بيت هز دولتك لزيهان دا ناتواني ريقا بدأ بكساني كباوريان بدولة كنبيت باوريان بدستور نبيت باوريان بو نبيت كدستوري كي دستوري كي شرف مندانية و شانازي بسيستمي دجمنو دولتي كي دجمنو كان براستي ناكرت او كسانة سر كرده بن دكرت اولاتي بن دكرت اوپوزيسيون بن دكرت هشتاك بن كبيانه بن بلام ناكرت امانا سر كرده بن سكو خوين باوريان بدولة كان نية اما ما ترسيه كي زور قوريه بشي كي زوري هزا سياسي كالي عراق باوريان بديمقراسيات نية باوريان بسيستمي في فدرالي نية باوريان بحكمي نامركزي نية هميان باسي سيستميكي مركزي ناواندي وحكمراني شريعة دكال بشويك لشويكا لأن زام ده هر هميان اخد زوريني هر زوريان باسي نموني صدامي اسلامي دكال سيستميكي ناواندي وحكمراني شريعة باسي امدو سيستم دكال اما كشيكي زور قوري لا زرگي هزا سياسية سنكان ده بهمو هزا كانوا تنانت حال بوسیش نیتوانی و ام سیستماتی پارینت بلام ام لهمیان باشتر بولا روی سنی و بلام شیعی کان تنانت روتی شیعیش و برز مقتدا صدر کتاک سازی خوازه بلام تاکو استاد سواتوی حکمرانی شریعت ده ماوته و زورک لدودلی پیو دیاره سبارد با سیستمی فیدرالی که استاد العراق ده او بهر برز غیس بابتک زور هل دگری بلام من کاتم هر وانت بولا گلت زور سپاست کم برز غیس تمیمی سیاست مدار و سروکی پروژه مواتنه لندن و لگلم بیدس خوش